بتحب ذكرك كمان ولا ما في داعي؟ لا ستي لا تعزمي حالك، أنا بدي ذكرك هالمرة. نسيتي شو كنتي تجاوبيني لما كنتي تسمعي مني هالحكي؟ على فكرة حسام، أنا من وقت ما كنت صغيرة معجبة كتير بتمثيلك، يعني دائما كنت حس حالي قدام فنان مختلف وصاحب مشروع فني كتير مهم. هيك لك، لما كنا مخطوبين كنتي شايفة أني صاحب مشروع فني، أما هلأ؟ هلأ لا عاد عندك لا مشروع فني ولا بطيخ مبسمر، كل أدوارك صارت نمطية ومتشابهة وبتمثل مثل أطفال الطلائع، يعني بتاخد هالدور بتحفظه وبتقديه مثل عم يسمع نشيد بالمدرسة. يعني بصراحة أكتر صار راكبك الغرور وسيطر عليك الاستسهال وخلاص فقدت بريئك القديم وضوك انطفى، وبيني وبينك يظهر أنه الناس كانوا مخدوعين فيك بهالفترة اللي مضيت. إيه لا عيني لا، أنت هيك زوتيها كتير، العمى على هالحالة. شو بك انفرتي فرت فرتي وكأنه في إلك طار عندي؟ يعني أنت اللي ما زودتها؟ على فكرة حسام هذا ما له أسلوب حوار أبدا. مو أسلوب حوار، دخيلك. ليش من أمتى كنت تفهمي بأسلوب الحوار؟ أنت من طول عمرك بتحكي بغوغائية ومنطق ساذج وتفكيرك أبعد ما يكون عن الثقافة. لك أوعك بقى أوعك، يا أنا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة منوب، فهمت ولا ما فهمت؟ إن شاء الله عمرك ما تسمعي. لك شو يعني إذا بدي أعبر عن رأيي لازم أخذ إذن منك؟ بعدين تعي لقلك، أنا اشتهيت شوف فيلم أمريكي ولا طلياني ولا عفريتي إخراج مرأة، كل المخرجين رجال إلا عنا، لسه منكتب على هالشاشة إخراج فلاني إخراج علتاني علاكة الباني، إنه منين طالعين بهالموضة ما كنت أفهم. حاجة بقى يا حاجة بقى، أنا فاتي اندفس ونام لأنه السهرة معك كلها مات وهز بدن.